طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. في البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 10727، والاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نايل سات. لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نبدأ الحلقة اليوم لتقرير لصحيفة ميدل إيست مونيتور التي قالت بأن العراق سجل منذ عام 2017 اختفاء 8615 تم تسجيلهم كمغيبين في العراق ولم يتم الكشف عن مصيرهم لغاية الآن، من العام 2017 لغاية الآن. نقلت الصحيفة في تقرير لها عن عضو مفوضية حقوق الإنسان أنس أكرم قوله بأن المختفين قسريا غالبا ما يتم احتجازهم في سجون منتشرة بأنحاء في العراق. أضافت الصحيفة بأن التقارير تشير إلى اختطاف المدنيين والنشطاء وغيرهم من المعارضين السلميين من قبل القوات الحكومية والميليشيات، حيث يتم احتجازهم في مراكز اعتقال سرية دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو بمحاميهم. أشارت إلى أن عددا من الناشطين تم إعدامهم سرا ودفنهم في مقابر جماعية ولم يتم إعطاء عائلاتهم أي معلومات عنهم. هذا تقرير لصحيفة ميدل إيست مونيتور، 8615 هذا العدد. كذلك مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان قال بأن العراق يصنف في المركز الأول عالميا من حيث عدد المغيبين قسرا على يد القوات الحكومية والميليشيات، وأوضح بأن المركز وثق كذلك أكثر من 75 حالة إخفاء قسري لناشطين ومدنيين من ساحات التظاهر ولم يطلق سراحهم لغاية الآن، فضلا عن عدم معرفة مصيرهم أو الجهة التي اختطفتهم، لافتا إلى أن الأعداد الحقيقية للمغيبين أكثر من ذلك بكثير، لأن غالبية العوائل تخشى ذكر أسماء ذويهم من المغيبين خوفا من الميليشيات. النائب رعد الدهلكي تحدث وقال بأن المزاج السياسي والانتخابات كانا سببين قاد الكثيرين ظلما إلى السجون. أضاف النائب رعد الدهلكي بأن ملف الاتهامات الباطلة بحق المواطنين مشخص قبل 10 سنوات وجاءت بسبب الصراعات السياسية، ما دفع الكثير من المواطنين وراء القضبان وهم أبرياء نتيجة محاولة فرض جهات متنفذة لإرادتها على المجتمع العراقي. بيّن الدهلكي بأنه لا يوجد حلول حكومية للكثير من القضايا العالقة، ولا يزال هناك عدد كبير من المعتقلين وراء القضبان ليس لهم ذنب سوى أنهم كانوا ضحايا لتكميم الأفواه والمنادات بالحقوق. طبعا كذلك النائب كاظم الشمري تحدث اليوم بأن العراق تحكمه ما سماها بالدويلات الصغيرة، وبأن هناك جهات تهدد وتداهم مؤسسات حكومية بسبب فقدان السلطة. وأضاف الشمري بأن هذه الحالة مؤشر واضح على فقدان السلطة في العراق نتيجة تراكم الأزمات على مدى السنين التي مرت بها العملية السياسية، وأشار إلى تراجع مساحة حرية التعبير مع ما تشهده من عمليات اغتيال للصحفيين والإعلاميين. وأكد الشمري بأن العراق فقد حرية التعبير وأهم أسس الديمقراطية باغتيال العديد من الصحفيين والمراقبين، حيث تعرض العديد من الناشطين والصحفيين لضغوط وتهديدات أو للتصفية المباشرة عند انتقاد جهة سياسية معينة. اليوم كذلك منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير لها قالت بأن الصحفيين في العراق يخاطرون بحياتهم عندما يغطون التظاهرات أو عندما يحققون بشأن قضايا الفساد في البلاد. وأضافت المنظمة الدولية بأن التهديدات باتت تنهال على الفاعلين الإعلاميين من كل حدب وصوب في محاولة لثنيهم
عن القيام بعملهم في كشف الحقائق في ظل تعنت من الشخصيات السياسية وكذلك من الدينية التي تعتبر نفسها مقدسة وغير قابلة للانتقاد. وأشارت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بالصحفيين إلى أن جرائم اغتيال الصحفيين في العراق باتت تمر دون أي عقاب، والتحقيقات التي تفتح بشأنها لا تؤدي إلى أي نتائج مجدية. كذلك اليوم أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واسما حمل عنوان أين مغيبي تشرين، في إشارة إلى المتظاهرين الذين غيبتهم القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها. وضمن الناشطون الوسم صورا وأسماء لناشطين ومتظاهرين اعتقلتهم القوات الحكومية، بينهم صحفيون وأساتذة جامعيون وأطفال، ولوائح ضمت العديد من الناشطين المختطفين على يد الميليشيات والذين لا زال مصيرهم مجهولا حتى الآن منذ شهور عدة، وطالبوا بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم. معنا اتصال أبو محمد من بغداد، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله يا أستاذ عمر صار سنين نحكي والحكي ما تحتوي حايط، ناس قلوبهم حجرة، ناس كفرة مجوس جوية الأمريكان، ما عندهم غير بس القتل والخطف والسرقات. رجعوا العراق إلى نعم زين. شلون قال هذا وزير الأمريكي هذا الخنزير؟ قال حنرجع العراق إلى غرن. هم دولة أعوانهم فعلا صحيح، رجعوا العراق إلى غرن. الأمريكان أذوا نص العراق، دولة أذوا كل العراق. نعم، شنو الحل برأيك أبو محمد؟ أبو محمد تسمعني؟ انقطع اتصال مع أبو محمد من بغداد. معنا محمد من السعودية، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك أخوي عمر وكادركم الطيب. حياك الله، يا أهلا وسهلا بك. وكان الله استعانكم في ظل هذه الحكومة العميلة. والله أخوي محمد. نعم. يا أخي يتهمون الكاظم من الميليشيات بالعمالة لأمريكا. ولو رجعنا 2003 بداية الاحتلال، أمريكا احتلوا العراق، ما مكنوا الكاظمي واللي على خط الكاظمي، نختلف معه نتفق معه، الحقيقة مكنوا الأحزاب الإسلامية السنية الشيعية أو الأحزاب الشيعية الشنية على ما قال عبد الحميد القرغزي. نعم. ذلك يا أخوي، والله يا أخوي ما لهم حل. يعني أو شيء الشعب العراقي حط في نفسه يعني لا مقدس، مقدس الوطن اللي يخطى على الشعب العراقي سواء بعمامة بدون بغترة وعقال لازم يدفع الثمن. نعم. ثورة إن شاء الله، ثورة سلمية بإذن الله مع الدعم الخارجي إذا حطوا العالم في الأمر الواقع. صح أن العالم ما يرجى من الخير، لكن إذا حطوا في الأمر الواقع والسلمية بإذن الله يتحقق التغيير. وتحياتي لك أخوي. حياك الله محمد من السعودية، كان معنا رسالة على الواتساب يقولون فيها أو تقول فيها: نحن نازحون من جرف الصخر، نريد تدويل قضيتنا وإرجاعنا إلى ديارنا. الموضوع اللي فتحنا به الحلقة وهو تقرير صحيفة الميدل إيست المونيتور اللي أشار إلى اختفاء 8616، طبعا هذا نقلا عن مفوضية حقوق الإنسان وهي يعني تابعة إلى الحكومة. يعني هذا العدد عدد كبير جدا، ولكن هناك تقارير أخرى تؤكد بأن العدد أكبر من هذا بكثير. ولو افترضنا بأن هذا العدد 8615، إحنا قبل كم يوم شفنا صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وهو يزور أحد السجون في مطار المثنى. إحنا شفنا السجن كأنه يعني داريج جماعة مرتبينه بتلفزيون مصبوغ على حسب الأصول، وشفنا أول شخص كان موجود المتهم أبو حمزة كما يلقب أو حج حمزة اللي تم إلقاء القبض عليه العام الماضي، وهو
يدير يعني نوادي ليلية وقمار وإلى آخره. شفناه طبعا أول واحد، يعني هذه ليست موافقة أو صدفة، يعني أنه يوصل رئيس الحكومة يكون هذا واقف خلف القضبان. التساؤل اللي كثير ما يطرحها العراقيون وخاصة أهالي المعتقلين والمغيبين، رئيس الوزراء إن كان الحالي ولا القبلة ولا القبلة، ما شفناه فد يوم راح زار السجون إن كان في التاجي ولا في الناصرية ولا في أماكن ثانية، أو أعطى قرار حاسم بالبت بملفات المعتقلين. المتهم يتم الحكم عليه بشكل قطعي، مو حاطه بالسجن وما حد يدري به، والمغيب يعرفون مصيره من اللي تم اعتقالهم قبل سنوات أو من الناشطين اللي وعد هو أول ما استلم رئاسة الحكومة بأنه سوف يتم إطلاق سراح كل النشطاء اللي تم اعتقالهم في ثورة تشرين، وهذا ما صار لغاية الآن. ليش ما يقدر، معقولة ما يقدر رئيس الوزراء أن يسوي له جولة على السجون ويشوف بعينه ايش يصير هناك بالسجون؟ ما يقدر أنه يصدر قرار يحسم به قضية المغيبين والمختطفين حتى الناس ترتاح تفتهم أولادها طيبة ميتة وين مدفونة؟ حتى واحد يعني احنا كثير من الاتصالات نسمع من المتصلين الأخوة والأخوات يقولون عمي احنا بس نريد خبر حتى نرتاح، طيب ميت حتى نفتهم فقط لا أكثر ولا أقل. وهذه الكثيرة طبعا من المناشدات إن كان عن طريق قناة الرافدين أو عن طريق القنوات الأخرى، ولكن لا حياة لمن تنادي. يعني ما شفنا أي تحرك فعلي من الحكومات اللي هي متهمة، طبعا هي المتهم الرئيس بقضية أو قضايا المعتقلين والمغيبين والمختطفين إن كانوا نشطاء أو كانوا صحفيين أو كانوا أناس عاديين تم إلقاء القبض عليهم من خلال المخبر السري أو بتهم كيدية. وكذلك القضاء متهم بالتقصير الواضح تجاه هذا الملف الإنساني الحساس في العراق منذ 17 سنة. معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياك الله. جمهور الرافدين. يا هلا. سيدي الكريم، خلينا أول شيء نخلي نقطة أنه نقصد بالمغيبين والمرتهنين والمعتقلين. نعم. هم من الشعب العراقي، ماكو تمييز بين أي فئة أو أي طبقة من الشعب العراقي. نعم. اثنين، أخي الكريم، الدولة الآن تدار من مجموعة أشخاص خارجين عن القانون. تم بدايتها من أسسهم مقتدى الصدر لحد ما يسمى بالحشد اللي خرج عن مفهومه اللي شكل عليه. الآن كثير هناك مدارس الحشد أخذها، والميليشيات حزب الله وما شابه واللي يديرها قيس الخزي والعار، هذه كلها كلمة، هذه يعني قاعدة تتاجر بالبشر، هذا الاتجار بالبشر الموجود. هناك أشخاص يباعون واللي ماكو أحد يبيع ويشتري، يعني ماكو إلى أهل يشترونه، مشترى يبيعون أعضاء من عنده، وهذه موجودة. لا رئيس حكومة ولا وزراء ولا وزير داخلية يجي يقدر بس يفتش أو يقول وين مواقعها. الآن رئيس السلطة بالعراق الآن الكاظمي طلب، يعني حسب ما يقولون هم نفسهم، طلب من الحشد أن يعطوني مواقعكم سواء داخل أو خارج المدن، انطوا بس القليلات الموجودات اللي أساسا غيروها لأنه متهددة ومن أمريكا، وحسب ادعائهم من أمريكا وإسرائيل تهددة وشالوا من عدن. فلذلك كما هنا موجودة هناك أشخاص يتاجرون بهذا البلد خارجين عن القانون فوق السلطة، يعني يجي ناس، أكو ناس فوق القانون هذا موجودين، وطبعا هذول من صار فوق القانون ما صاروا يعني احتباطا، أكو أحد يدعمهم، أكو ناس تدعمهم، وأكبر داعم لهم هي إيران اليوم، لأنهم هذول يعني يأخذون برأي اللي يسمى بالفقيه، ولاية الفقيه اللي بإيران. نعم. لذلك كانوا مثلهم مجردين من عراقيتهم، لكن لحد الآن ماكو أحد، لا داعم منهم اللي يعني أسم للأسف تسمية موجودة انفرضت علينا أنه أكثر الموجودين اعتقلوهم من الموصل والرمادي وديالة وتكريت، وهم يعني حجة داعش أو حجة تعاون أو مع داعش.
هذول حتى ماكو احد يداعين، حتى اللي محسوبين على اهل السنه بالبرلمان ما يداعون بيهم. نعم. ما عندهم راي، ما عندهم كلمه. ف اخي الكريم، لا رئيس وزراء ولا غيره، ناس من يجون يوقعون على اشياء ما يكون يتعدون، يعني خليهم حواجز ما يتعدونها. فلازم يجي موافق، اكو اي واحد يمر عن طريق الكتل والاحزاب بالبرلمان الا يوقع على امور او حدود ما يقدر يتجاوزها. فماكو المعتقلين ما يقدر يتجاوزها، لان رجل امره مو بيده. واعتقد اكثر من شخص وزير الدفاع السابق قال، كان رئيس القائد العام للقوات المسلحه ما يقدر يحرك اللواء من مكانه وهو قائد عام. فاحنا ما نستغرب من هيك ناس موجودين مسيطرين على بلد اللي هم ما يحكمونه، واحتلوا بلد بعد الاحتلال الامريكي، ونستغرب من عندهم انهم ما يفتش سجون وغيرها. متاكد الان 80% من المسجونين بالمعتقلات هم اساسا ما حد عرضهم لا على قاضي ولا قاضي تحقيق، لان ما يقدرون، لان بس يعرضونهم راح يثبتون وجودهم. واغلبيتهم يتاجرون بهم التجار بالبشر، يبيعون ويتخابرون على اهلهم. اني واحد يعني قال لي من مدينه من تكريت خابروا اهله يشترونه ب 20 دفتر. قال تريده لو ما تريده؟ قال ما عندي. قال والله شو اسوي له؟ احنا راح نخليه نوديه للتحقيق وغيره، ولحد الان يدور عليهم. راحوا باعوه. نعم. اكو تجاره مع ايران، تجاره مع الدول المجاوره للعراق، يتاجرون بالبشر بهم، والكلى والكبد والقلب وغيرها، اصابات موجوده بالعراق مع كل الاسف. لكن نتمنى الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يفرج عنهم ويفرج عن العراق. وانا اشكركم اتحاد. شكرا ابو علي من واسط كان معنا. نعم، رسالة على واتساب يقول أو تقول: السلام عليكم، نشكر جهودكم لنقل معاناة المواطنين. تقول أنا زوجي مغيب صار له 6 سنوات، وبدأ بالسنة السابعة وندقه حاسبة وما ينطونا نجدة، يقولون قيد التحقيق، 7 سنوات قيد التحقيق، أرجو منكم المساعدة. تقول والدته حالتها الصحية جدا تعبانة، نطالب بالعفو العام لإنقاذهم من هذا الفيروس بسبب أوضاع السجون. أرجو من الله منكم المساعدة بإنقاذ أولادنا، ولكم جزيل الشكر. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، أهلا بكم قناتكم الكريمة، حياك الله، أهلا وسهلا. بالنسبة للمغيبين والمعتقلين، يعني أكو ناس إحنا نعرفهم صار لهم 11 سنة لحد الآن، يعني تحقيق ما نبث بقضاياهم. يعني هذا التحقيق يعني ما يخلص. يعني القاضي من يستلم 11 مليون راتبة وأموره غير شكل، وما ينظرون للمظلومين هسه بهاي الوباء كورونا وبالحر وبالسجون، او ينظرون لنسائهم او اطفالهم، او ينظرون للعيادة اللي جتي وهم ابرياء. يعني احنا نعرف ان 80% من المعتقلين اللي هم اغلبيتهم سنة، 80% ابرياء و20% دواعش، ويطلعون بفلوسهم الدواعش، يطلعون يرجعون لكل مكانات. تعرف الامور اللي موجوده حاليا داخل القضاء والمراكز والرشاوي والموجود، لكن احنا نحكي على الابرياء. يعني الابرياء متهم على قانون 4 ارهاب. يعني التحقيق مالته او القضيه تصعد للجنايات، تنجي من الجنايات تروح للقاضي الاول، ترجع على ضابط التحقيق، ومسويها دوامه معايشين اهل المتهم، يستفزوهم بالاموال وياخذون من عندهم من جهه المحامي ومن جهه ضباط التحقيق اللي ما يخافون الله. ذول الابرياء ما ينظر القاضي بقضاياهم ويقول لهم احسموها، تعال اخوي المشتكي اذا اكو مشتكي، او الاغلبيه مخبر سري، تعال المخبر السري، يواجهونه بالحقيقه، يواجهونه بالمتهم، يعرفون منو هذا المخبر السري اللي دمر الناس كلها. يعني معلومات كيديه 80%. هاي الاعتقالات العشوائيه والممرات الامنه اللي اخذوهم وغيبوهم، يعني ما يفرحون اهلهم في سبيل هذا القاضي. يقول اني ورا حساب ورا كتاب، يعرف يعني يعرف ان رب العالمين ينظر عليه وهو حالف يمين اللي بريء بالسجن. هذا منو له؟ لا رئيس وزراء، لا وزير عدل، لا وزير داخليه، لا وزير دفاع، لا هذول اللي انتخبناهم وصعدهم للمراكز السياسيه يفكرون بيهم. يعني الى متى قضيه ظل 11 سنه القاضي ما يقدر يبث بيها؟ يعني يحكمه يجيب الادله الموجوده الدامغه بسبيل يحكمه او اهلهم. والله نعرف ناس طبهم على مدعي عام اسمه نعمان، قالوا له احنا نريد ابن صار له 6 سنوات عندكم. قال له شنو هالحكي؟ قال له يا استاذ احكي لك الصراحه،
اريدك تحكمه 20 سنه 15 سنه حتى نعرف دربنا ما نظل رايحين جايين وابننا لحد الان ما حد بث قضيته، وظل لحد الان ظل يسمع صوتك بالسجون، السجون اللي ما حد يسال عنهم، لان مستفاده من عندهم الاحزاب هاي التغذيه مال المعتقلين والسجناء. لازمتها مافيات الاحزاب، لازمتها في سبيل يستفادون من التغذيه، انت منا الدوله تقولين احنا عندنا تقشف، ميزانيه ما انقرت، الامور الماديه صفر، اقتصادنا صفر، المفروض بالسجون هاي بيضوها، المتهمين والمجرمين عمي قصبوهم وذبوهم اللي تابعين الداعش وغيره، لكن الابرياء بيض السجون، ليش تسوون عفو خاص السرايا السلام، عفو خاص المقتدى الصدر، عفو خاص جماعة حزب الدعوة، واحنا نعرف شنو قضاياهم، قضاياها لو دعارة، لو مخدرات، لو سطو مسلح، أما البقية الطرف الثاني السنة الموجودين بالمعتقلين وبالسجون مالين السجون، هذا كلها يعني ضغط على الحكومة، ضغط مادي، يعني ما أجانا رئيس وزراء شريف بس بعفو عام، عفو عام باستثناء المجرمين والقتلة، دول ما نريدهم يطلعون. لكن الابرياء والمخبر السري والشغلات الكيديه والاعتقالات العشوائيه كافي كافي ظلم، جاي تظلمون تقعدون على الكراسي يا وزير الدفاع والداخليه وزير العدل والقضاه والمجلس الاعلى للقضاء الاعلى بالعراق مدحت المحمود وغيره، جاي تقعدون على كراسي حكم وناس مظلومين وكاتلهم الجوع والضيم، لا عندهم يطون ضابط التحقيق المجرم الفاسد، ولا عندهم يطون القاضي في سبيل يطلعون اولادهم، واغلبيتهم حكمه اعدام على لا شيء، يقول لا صعدت محكمه ولا غيرها. يعني عندك وجبه من الوجبات اللي جت من سوريا اللي ما حد تقبلهم 1200 وشويه، انحكمهم بقصاصه، يعني انحكمهم مقرين كلهم سنه، انحكمهم بقصاصه كلهم اعدام باستثناء اربعه لو خمسه، هاي طبعا معلومات من الاستخبارات الداخليه وغيرها، اربعه خمسه منهم هذول العدد انحكمهم مؤبد لان صغار بالعمر، يعني تحت السن القانوني فحكمهم مؤبد، اما البقيه والله العظيم انحكمهم بقصاصه، انحكمهم بقصاصه اعدام كلهم، زين هذا يا قانون اللي يحكم قصاصه وما مشمولين بكل شيء، حتى محامين ما يقدر يطبون عليهم، زين احنا نعرف هاي الداعش والميليشيات الطائفيه من صارت الحروب والمعارك اغلبيه اهل المناطق الغربيه والموصل وغيرها نزحت اهل الفلوجه راحوا من الخالديه، واهل الخالديه البشهار طلع من الرمادي، واهل الرمادي راحوا من الهيت والعانه والراوه وطبهم بسوريا مجبرين، فاللي طبوا بسوريا وتم اعتقاله هناك انحسب، هاي هذا سني انحسب احكموه 1000 اعدام وهم عددهم 1200 وشويه، فهذا القضاء العراقي القضاء الفاسد، المفروض رئيس المحكمه العليا يقول لهم يابا هاي مصاريف علينا، مصاريف من ناحيه اكلهم والقاحات والامور، الاولى هو المواطن العراقي، ليش تغذون بناس ابرياء ما تطلعوهم؟ هذا العيد اللي اجى والقبله وصار سنوات عديده كل الدول العربيه الاسلاميه ابطت عفو على المعتقلين، حتى جائحه كورونا من صارت كل الدول الغربيه المو مسلمه طلعت المعتقلين، وعندك الدول العربيه الاسلاميه من ضمنها تركيا وغيرها والكويت وهاي طلعوا المعتقلين من السجون يخافون عليهم وبعدين رجعوهم بكفيل. العراق ما يفكر بهذا الموضوع، العراق شغله طائفيه، دول المعتقلين سنه فهم جاي يريد يهجرون، من ولي القرار بيد مقتدى الصدر وبيد هادي العامري وبيد سابقا المقبور مهندس وغيره، فما يطلعون السنة شلون يطلعوهم؟ وهذول ملف المغيبين اللي اكو عوائل الصقلاوية والموصل وغيرها وبيجي وكل المناطق وجرف الصخر وحزام بغداد، اكو عندنا مغيبين ما حد يسأل عنهم، المفروض بالسياسيين يسألون عن المغيبين اللي ماكو حتى بالسجون هاي السرية ما حد يعرفون الأسماء الموجودين والأعداد مالتهم، المفروض باللي يقولون احنا سياسيين سنه، ومع الاسف هي شيكولات صارت تمثل السنه، ناس فاسده، ناس ما عندها ضمير يقول لك احنا ممثلين عن السنه، يابا اكو مغيبين مال الصقلاويه 700 يعني المفروض فيهم ضغط على الحكومه، ورقه انتخابيه من يرشح لي الانتخابات. انا اشكرك اخي صباح من بغداد كان معنا اتصال ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. الله بركاته ام عبد الله. الو السلام. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. تحيه لحضرتك الى قناتك الشريفه وكل العراق الشريف. اهلا وسهلا بيك. استاذ اليوم اصدر الكونغرس الامريكي
في جلسته انه وقف امداد الحشد الشعبي والحرس الثوري ومنظمه بدر من الرواتب الامريكيه. يعني دلاله يا شعب العراقي ان هذول هم ذيول امريكا واسرائيل وايران، يقوم بعمليه قتل القوى الوطنيه في سوريا والعراق. يعني انه اصبح شيء واضح ولو احنا نعرف هذا الشيء استاذ، لكن اكو قسم من الشعب العراقي يقول لك الحشد زين، الحشد هو بيحمي اعراض الناس، لكن هم كلهم ذيول امريكيه قامت بعمليه افاده الشعب العراقي والشعب السوري والمجزره اللي صارت في لبنان. استاذ عندنا اكثر من 200 الف، يقال انه اكثر من 100 الف من الحشد الشعبي ما عدا الفضائيين، هم يتقاضون رواتب من امريكا. هم هذول جماعه الحشد ورؤسائهم خاصه نور المالكي والصدر والكعبي والعامري والخزعلي ياخذون رواتبهم بالدولار من السفاره الامريكيه. توقفت الامدادات الان، ليش؟ لانه هذا الشيء قام به اوباما في زمن اوباما، قام بعمليه تقديم مليارات الى الحكومه والى الحشد وكرواتب لهم في سبيل القضاء على القوى الوطنيه اللي موجوده في العراق وسوريا، بس اعتبروهم يعني رجال ارهاب، فلهذا انه توقفت. قالوا انه قاموا بعمليه اباده للشعب، يعتبرون هم مجرمي حرب. فلهذا احنا لازم الشعب العراقي يعرف، لان احنا عايشين في مرحله خطره جدا. ترى يعني هسه انا اللي اشوفه اليوم يقولون انه الكورونا اللي موجوده في البصره اكثر عدد كبير لمده 24 ساعه 3000 مصاب في بغداد، ليش في البصره وبغداد؟ لازم اكو غير اكو اسباب استاذ اللي يقومون بعمليه اباده الشعب العراقي وتقدير، وما نعرف شنو الوسيله. وسيله كورونا ترى هي حرب جرثوميه قامت بها امريكا والدول الغربيه في سبيل القضاء على الشعب العراقي. بالاضافه الى هذا من تشرب هو كل العالم ام عبد الله، يعني هو شو بقى بالشعب العراقي؟ وخامة بس موجود بالعراق، موجود بكل العالم. اسمح لي استاذ. فيروس كورونا موجود بكل العالم. انا اشكرك ام عبد الله من بغداد كانت معنا. رساله على واتساب يقول فيها ابو حاتم من الموصل، السلام عليكم، تحيه طيبه للجميع. يقول استاذ عمر لا ترتجوا من عدوك الرحمه ابدا، دارت العراق بيد اعداء العراق مهما كان، ولكن الامل الوحيد للعراق هم الثوار. ثوره تشرين المباركه عليهم ان ينتقلوا إلى الصفحة الثانية واتباع أسلوب الخلاص من الاحتلال وأعوانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. اخي عمر، هاي الديمقراطيه الامريكيه، الديمقراطيه مال الامريكان جابوا لنا اياها، كتم الاصوات، طلب حريه الانسان وكرامته، إهانته وتدمير حياته، ويعني حرمانه من أشياء هواية. هي أمريكا خليت تم الشعب العراقي، هاي أمريكا اللعينة، لأن جابت لنا الدمار
وهذا الدمار على سبب ديمقراطيتهم هم. يعني هسه اي واحد يتكلم يقول انا للحقي يا اما يعتقد يا اما يقتل، يعني ما بيها كل مجال. هاي الديمقراطيه الامريكيه جابتها. يعني واحد اذا سواء ناشط او صحفي او اي انسان يا اما يقتل يا اما يشوف يا اما يهاجر. فالعراق طب مطب، يعني هم دخلوه مطب. طبعا العراق ما يدور المطبات هاي ولا يفهمها ولا ماشي بيها اصلا. هم جو خطط ومبيته من زمان. وهي امريكا يعني ما شاء الله جابت لنا حثالات الاكوان، جابت لنا يحكمون العراق العظيم هذا، العراق اللي ابو الحضارات. ولذلك الشعب يعني هاي العراقيين خلي يفهمون الديمقراطيه اللي جابتها امريكا، مو وعدوهم بالحريه والسعاده والازدهار والبنى التحتيه تنبني والخير يعم على العراق وماكو واحد محتاج. وخصوصا هذا موفق الربيعي لما قال كل انسان له بيت وراتب ما شاء الله. يعني العراق يعني لما يسولفون يسولف يقول لك العراق بنعيم. وفوق ما شاء الله يعني شلون ايران خلت تكون بعد، كانوا يحلمون ايران يفكرون يطبون العراق. والله لا تعرفون اكيد بالجيش العراقي السابق، والله لا تعرفون المعارك شلون يسوق على ايران يسوق. والله العراق عظيم برجاله بارضه بمياهه بكل شيء. يا عراقيين يا اخوان انتبهوا انتبهوا لبلدكم، ترى دول الامريكان سفله لصوص مدمر الحضاره مدمر الشعوب مدمر الارض. وشوفت عندكم هسه لما العراق محتل ما شاء الله سوريا لبنان اليمن يعني وبعد اذا ساكتين هاي الامريكا يعني راح تخلي يعني العرب بصوره عامه هم دول كراهيتهم للعرب ومعاهم الفرس. فيا اخي هاي الرساله لازم تنتبهوا بها الشعب والوعي يكبر. الوعي يعني ترى عيب على العراق يصير كرامته مهانه. يعني ذاك اليوم ما الكهرباء تجوله وقال يعني تعبت شويه اخي عمر الكهرباء لما ياخذون فلوس من المواطنين يعني ما يطون رواتب للعاملين بوزاره الكهرباء. يعني شنو بده يحكون على الناس؟ والله لو تعرف يا اخي يا عمر والله دا اشوف القوائم تجي بحث على هاي مال الدفع ومع العلم انا منطيهم ومكررين علي يعني بالملايين يعني الجماعه راتب ليش ما يعطوهم؟ يعني هيك ناس يعني ما عندها ضمير. الخيرات العراق كلها تروح وين؟ افهموا يا شعب العراق افهموا. شوف هاي السعوديه الله يرضى عليها يعني ماكو دوله بالعربيه ما ساعدتها. شوف لا. ايران شو تصدر الارهاب والقتل والتدمير. وشوف الدول السعوديه الله يرضى عليهم ان شاء الله ويحفظهم شوف شلون تساعد العرب. فانتبهوا كونوا يلحق وحافظوا على دمكم وحياتكم وكرامتكم وشرفكم يا عراقيين. كلهم يضحكون عليكم وناس مرتزقه بدمكم وبدم عوائلكم وبخيراتكم. نعم. واسال الله ان شاء الله يا رب يحفظ العراق واهله. امين يا رب. انا اشكرك ابو حسن من بغداد كان معنا، ابو فيصل من السعوديه. تفضل ابو فيصل. دام عمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا بك. كيف حالك استاذ عمر؟ حياك الله يا اهلا بك. تحيه لك وتحيه لقناه العراقيين وقناه العرب ونتشرف بهذا القناه. تحيه للكادر والشعب العراقي وتحيه للمتصلين على راسهم ابو حسن المحترم من بغداد. والله استاذ بالنسبه لهذه الجرائم الاختطاف وهذه هذه الامور بالعراق استاذ عمر وامريكا مشتهيه ضجت الدنيا هذه جرائم يعني بس انه هو مصلحه امريكا بعاقب العراق هكذا يعني يبقى العراق على الحين حتى اخرها البارح امس لبنان كله من وراء ضعف العراق وتسرب الميليشيات الاجراميه الايرانيه من عن طريق استباحه ارض العراق مع الاسف يعني مع الاسف استباحه ارض العراق لتصدير ثوره المقبوره الخميني ابن العاهره على لبنان وعلى سوريا وعلى اليمن. ولكن ان شاء الله الشعب العراقي سوف ينهض وان شاء الله عن قريب ان شاء الله. وتحيه لك ويعيش العراق. حياك الله ابو فيصل. شكرا جزيلا لك ابو فيصل من السعوديه كان معنا. ملف اخر، اليوم عضو المجلس الاعلى لمكافحه الفساد ما يسمى المجلس الاعلى لمكافحه الفساد اللي ما شفنا سوى اي شيء، اكد وهو سعيد ياسين موسى اكد بان حجم الاموال المسروقه من خزينه العراق منذ العام 2006 ولغايه اليوم
بلغت 360 مليار دولار عن طريق التباطؤ والتلاكؤ وعدم والتلكؤ وعدم تنفيذ أكثر من 10,000 عقد استثماري. موسى قال بأن سوء الإدارة والتخطيط تسبب أيضا بضياع مئات المليارات، بالإضافة إلى وجود هيئات اقتصادية تابعة لكتل سياسية متنفذة استخدمت نفوذها للاستحواذ على المال العام. وبين بأن ازدواج الرواتب ووجود موظفين وهميين في مؤسسات الدولة وعمليات تهريب النفط والتهريب في المنافذ الحدودية وغسيل الأموال التي تورطت بها جهات سياسية ساهمت بإهدار المال العام خلال الأعوام الماضية. لجنة النزاهة النيابية قالت بأن ملف استرداد أموال العراق كبير ويحتاج إلى جهد حقيقي، وأكدت اللجنة لعد شنو شغلكم أنتم صاركم 17 سنة. اللجنة أكدت عدم وجود جهد حكومي حقيقي لدعم استرداد الأموال وخاصة المتعلقة بملفات الفساد، وأشارت إلى أنه لا توجد عمليات تنسيق بين دوائر الاسترداد في البنك المركزي والداخلية والنزاهة والخارجية من أجل استرداد تلك الأموال، وشددت على أن هذا الملف كبير ويحتاج إلى جهد خاص لغرض متابعة القرارات والاستعانة بالشرطة الدولية الانتربول وتطبيق شفاف للإجراءات القانونية. طبعا في تصريح عده مراقبون بأنه مثير للسخرية، اقترح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إجراء صفقة مع سراق المال العام عبر إسقاط جميع الدعاوي المرفوعة ضدهم. هم ما شفنا واحد نسجن بيهم صحيح ونحكم وتم استرجاع. يقول يتم استرجاع 80 إلى 90% من الأموال اللي سرقوها مقابل إسقاط الدعاوى عليهم، وأضاف بأن إعادة الأموال المنهوبة مسار صحيح في حال كانت هناك خطوات جدية من قبل الحكومة إزاء هذا الملف، على أن تحمل تأكيدا فعليا من قبل المتهمين بسرقة المال العام بإعادة ما بحوزتهم إلى خزينة الدولة. وأضاف بأن إعادة المتهمين للجزء الأكبر من الأموال التي سرقوها من أجل إسقاط التهم المرفوعة عليهم هي إشارة على الندم على حد وصفه. معنا اتصال أبو مالك من أمريكا. تفضل أبو مالك. أبو مالك تسمعني؟ السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك أستاذ عمر وإلى جميع قادر القناة. يا هلا بك. نعم أبو مالك يقول أستاذ عمر بالنسبة للمغيبين يعني. نعم تفضل. نعم تفضل. نعم تفضل تفضل. لا أبو لا أبو تفضل وبعدين أنا أسألك. تفضل. نعم بالنسبه للمغيبين استاذ عمر يعني هذا احنا شيء منتهين عند الحكومه عاجزه عن البحث عنهم. المغيبين هم بيد الميليشيات. نعم يعني الكابتن من راح زار السجن مال المطار مطار المثنى. نعم هذا الشيء اللي دا استغربه. معقوله رئيس الوزراء ما يعرف انه اكو عنده سجون سريه؟ ما يعرف الميليشيات كلها عندها سجون وعدها مغيبين؟ واكثر المغيبين انا اجزم بانه الميليشيات مصفيتهم. لانه الميليشيات من ياخذون شخص ما يرحمونه. نعم ما ياخذوا احتباطي، ياخذوا عن منطق طائفي اولا، وثانيا ذولا يؤتمرون بأسيادهم بحكام إيران، ما يأتمرون أصلاً بالحكومة العراقية. لذلك الحكومة عاجزة عن كبح هاي الميليشيات وعاجزة عن ردعهم، وهذا شيء منتهي من عنده يعني ما يحتاج نقاش. نعم وتفضل أستاذ عمر أي سؤال عندك. نعم أبو مالك احنا تحدثنا قبل قليل بأنه عضو المجلس الأعلى كما سماه عادل عبد المهدي وأسسه واللي ما شفنا منه أي نتيجة، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اليوم يتحدث بأنه الأموال المسروقة توصل إلى 360. طبعا هاي 360 مليار دولار اللي راحت في العقود والمشاريع الوهمية، بس 360 مليار دولار. نعم. والنزاهة نلقاها تصرح بأنه استرداد الأموال يحتاج إلى جهد
كبير. واحد من النواب يقول بأنه وهو عضو اللجنة المالية جمال كوجر قال يابا احنا خنسوي صفقة ويا السراق نعطيهم 80% من ياخذون 80% من اللي سرقوا مقابل او نسترجع العفو من عندهم 80% من اللي سرقوا مقابل اسقاط التهم عليهم. الى وين وصلنا احنا بالعراق في موضوع الفساد؟ يعني فقط هي تصريحات استاذ عمر وارقام؟ طبعا طبعا نعم طبعا تصريحات وكل هذا تسويق اعلامي. لجنه النزاهه استاذ عمر هم منين اصلا يعني؟ نعم. هل هم مستقلين ام تابعين للاحزاب؟ لا تابعين طبعا للاحزاب، غير مستقله. رحم الله والديك، تابعين للاحزاب. والديك. فهل من المعقول احد هيئه النزاهه ينقل حزبه او ينقل بالشخص السارق؟ هو من عنده وبي. اثنين عادل عبد المهدي هو اصلا عيب على شخص يعتبره سياسي، لان هو شيوعي كان موقوف برقم واحد بمعسكر الرشيد بسجن رقم واحد وشيوعي. اليوم تجي تلقاه منضم الى كتله هذا عمار الحكيم راسا. الشيوعي معروفين، ايديولوجيتهم معروفه، حتى الوجود الله سبحانه وتعالى ما يعترفون به. فكيف اصبحوا مسلمين واصبحوا منتمين الى احزاب دينيه؟ صاروا كلهم مرتزقه حراميه جوي مجرد لغرض البوب والسرقه وضحك عبدكم. نعم. هذا كل ما المنتظر من سياسينا بالعراق. مع الاسف انا اشكرك. حميد موسى ايضا شيوعي. عاد حزبه وانضم الى كتله دوله القانون، صار بحزب الدعوه. وهكذا هم السياسيين اللي عندنا بالعراق يا استاذ عمر. نعم. أنا أشكرك أبو مالك من أمريكا كان معنا. أبو فاطمة من النجف. حياك الله. أبو فاطمة من النجف تفضل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. حيا لك أخي الكريم. حياك الله. أهلا بك. الله يسلمك ويخليك. الحلقة عن المغيبين والمخطوفين أليس كذلك أخي عمر؟ نعم تحدثنا احنا في الجزء الأول من الحلقة حول تقرير لإحدى الصحف. نعم. الأمريكية تحدثت بأنه من 2017 لغاية الآن هناك أكثر من 8600 مصيرهم مجهول من اللي تم تغييبهم وخطفهم. وتحدثنا في الجزء الثاني عن موضوع الفساد في العراق. تفضل. نعم حقيقة قضية المخطوفين والمغيبين وحتى الأبرياء المسجونين هذه من أسس سياسة إيران الوحشية والقمعية والإرهابية التي يتبعها عصاباتهم اللي موجودة في العراق. الحقيقة العراق أنا يعني بمختصر مفيد هي مجموعة من العصابات تابعة إلى الولي الفقيه في إيران، هذا أخي اللي موجود في العراق. وهذه سياسة التغييب يعني المتعمدة يراد من عندها كسر عظم العراقيين وجعل الشعب العراقي والأمهات وخصوصا من في المناطق السنية، الأمر يعني واضح، أن يبقوا مذلولين وتابعين وفي حيرة ودائما في آلام وفي يعني أمراض نفسية إلى آخرها. وكذلك هذه القضية أخي أصبحت قضية تدر أموال لهؤلاء لهذه العصابات والميليشيات الموجودة. يعني الأمر معروف في سجن الحوت وغيره هنالك مساومات في يعني إذا تريد تقابل شخص لازم تدفع فلوس، وهنالك من يخرج بدفاتر إلى آخره. لكن الحكومة هنا الحكومة موقعها من الإعراب، إن كانت حكومة الكاظمي ولا قبل عادل عبد المهدي ولا العبادي ولا المالكي، يعني تجدهم أبدا ما يتكلمون بهذا الملف الإنساني الحساس بالعراق. يعني أنت كمواطن عراقي إيش تعتبره؟ أمر متعمد، ورقة تستخدم مع باقي الكتل السياسية، موضوع طائفي، شلون تقرأ؟ والله يا أخي عمر أنا شخصيا أقرأ الموضوع يعني عملية إجرام وحقد بحق الشعب.
الشعب العراقي العربي بصراحة السني وكذلك العربي العراقي. لماذا؟ لأن محمد الدايني الذي دخل مرة البرلماني في بعقوبة أظن وفي ديالة للاطلاع على أوضاع المساجين، معروف كم قتل من أفراد عائلتي، وكذلك الهاشمي وغيره. فهذا أخي الموضوع خط أحمر بالنسبة لإيران، لا يستطيع أحد في الحكومة أو في السلطة أن يتقرب لهذا الموضوع أبدا. أخذها من عدي، وهنالك من الميليشيات الموجودة الآن في سجن الحوت، هي من جماعة محسوبة على جماعة المجرم مقتدى الصدر، هي التي تقوم بقتل الناس. كذلك لا ننسى حسن حلبوص الشمري وزير العدل، كيف يعني صرح ب يعني معروف التصريح تبعه بأنه سوف يقوم بإعدام ولا يخشى أحدا. فهذه القضية يعني الحقيقة الإنسانية الاجتماعية اللي تفضلت عنها، هذه ستبقى أخي الكريم إلى أن لا يزول هؤلاء الموجودين في المنطقة الخضراء. اليوم يعني اليوم شخص ميليشياوي في الناصرية قاعد مكان مدير محطة كهرباء وقدامه الضباط والشرطة يهددهم وكذا. فأصبحت أخي لا توجد دولة في العراق، فمن الذي يحاسب هؤلاء؟ فهذا هو مع الأسف الشديد نحن نريد، يعني إن شاء الله لابد أن تستمر هذه المظاهرات السلمية والرجال موجودين وناخذ حقنا. لا يستطيعون أخي للعراقي، للعراقي شجرة مثمرة، شجرة لها تاريخ، لا يستطيعون هؤلاء. أنا باعتقادي نهايتهم قريبة عندما اعتدوا على هذا الطفل القاصر بهذه الطريقة، نهايتهم قريبة أخي عمر. أنا أشكرك أبو فاطمة من النجف، أختم برسالة على واتساب جاء فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم ولقناتكم الكريمة، نطالب من خلال قناتكم الموقرة بالعفو العام عن المعتقلين والمغيبين قسريا الذين اعتقلوا وغيبوا من سنة 2014 بسبب المخبر السري والتهم الكيدية في زمن نور المالكي، نطالب بالكشف عن السجون السرية، نطالب بأبنائنا ولإنقاذهم من هذا الوباء، نطالب بالعفو العام ونشكر جهودكم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.